بذات الوقت كان الشهيد نبيل حلبية اللي وصفوه من أعند رجال المقاومة الفلسطينية. هذا الشاب اللي عمره 20 سنة عنيد جدا. كان نبيل حلبية أحد عناصر قوات عز الدين القسام على موعد مع مواجهة مع الاحتلال. مرحبا، الشهيد نبيل حلبية، المكان أبو ديس القدس، التوقيت الساعة 1:00 فجرا يوم الأحد الماضي. في هذا التوقيت كان نبيل حلبية أحد عناصر قوات عز الدين القسام على موعد مع مواجهة مع الاحتلال. هاي المواجهة كانت أغرب مواجهة بتصير في فلسطين المحتلة، استمرت مدة 5 ساعات، وشخص واحد اللي هو الشهيد نبيل حلبية كان في مواجهة ما يزيد عن 200 شخص من قوات الاحتلال مدججين بكافة أنواع السلاح الفردي والثقيل، وبدأت المواجهة طبعا فجر يوم الأحد، والناس كانوا نايمين في قرية أبو ديس. تفاجأوا بقوات من قطعان الاحتلال عمالها بتدخل على القرية، وفجأة وصلوا لعند منزل وحاصروا. لما حاصروا طلعوا أشخاص كانوا هدول قناصة على الأسطيح المجاورة منشان يتولوا عملية اغتيال الشهيد. بذات الوقت كان الشهيد نبيل حلبية اللي وصفوه من أعند رجال المقاومة الفلسطينية. هذا الشاب اللي عمره 20 سنة عنيد جدا، صاروا نادوا على المكبرات إنه سلم حالك وإنه إحنا قواتنا كبيرة وراح نقتلك، لكنه هو ما رد عليهم واستمر بقوته وبعقيدته القتالية اللي مشى عليها، أما الشهادة أما النصر، لكن تسليم حاله رفض تسليم حاله. بدأت المواجهة المسلحة، بدأت عملية تبادل إطلاق النار، وبدأت بين فر وكر، وكانوا قوات الاحتلال يتحصنوا في مواقع حصينة جدا حتى ما يوصلهم أي شيء من العيارات النارية اللي كان يطلقها الشهيد دفاعا عن نفسه. وبذات الوقت كانوا يطلقوا وابل من العيارات النارية على البيت اللي كان متخبي فيه. طبعا هاي المواجهة استمرت تقريبا حوالي 5 ساعات ودون أن يقدم الاحتلال أي خطوة انتصار على الشهيد حلبية. مع ذلك راحوا شو سووا؟ جابوا قذائف الانيرجا، وهاي القذيف الوحدة كافية لأنها تسقط شقة كاملة، فأطلقوا عليه قذيفتين. القذيفتين بعدها توقف أي ردة فعل من عند نبيل حلبية، فتوقعوا أنه هذا الزلمة أنه استشهد أو أصاب إصابة خطيرة. طبعاً القناصة ما قدروا يشوفوه ولا يلمحوه حتى يطلقوا عليه النار. مع ذلك شو راحوا سووا؟ راحوا جابوا جرافة وخلوها تفوت في البيت. فاتت الجرافة وهدمت كمان أجزاء من البيت اللي كان متحصن فيه نبيل حلبية، وعثروا عليه شهيد مصاب بالعيارات النارية. وين صارت القصة وإلها تطور السكان أبعد من ذلك؟ بعد ما استشهد نبيل مسكوه قوات الاحتلال وحطوه في صندوق الجرافة، وظلهم ماشيين في داخل القرية ويعلنوا عن احتفالهم بالنصر اللي حققوه، وهو شخص واحد من المقاومة. اعتبروا هذول 200 واحد انهم حققوا انتصار عظيم في ظل الفشل العسكري الكبير اللي بواجهوه في غزة. طبعا بدأوا المجندات والمجندين يتصوروا سلفي مع جثة المرحوم نبيل. على ضوء ذلك استفزت مشاعر أبناء القرية وخرجوا لطرد قطعان الاحتلال منها، وللأسف تجددت مواجهة بأنهم بدأوا إطلاق عيارات نارية على المواطنين المدنيين، فأصابوا تقريبا 17 شاب واستشهد كمان 2. ومع ذلك أصر الاحتلال على اختطاف الجثمان وعدم تركه لذويه. طبعا الاحتلال كان بطارد نبيل حلبية منذ أكثر من 6 شهور، وكمان ضيق على أسرته وعلى إخوانه وحاصرهم ومنعهم من مغادرة قرية أبو ديس، وكانوا كل أسبوع يداهموا قرية أبو ديس 2 مرات. ولما إجوا يشتبكوا مع الشهيد حلبية كان الشهيد نبيل هو أعند من وصف في المقاومة، لأنه استمر 5 ساعات ورفض تسليم نفسه، علما أنه كان من الممكن أن ينجو بحياته لكنه آثر وفضل الشهادة على أن يسلم نفسه.